أنا جاهز. مش لاقي عليك البهدلة من الأصول، بس معلش كله يهون عشان خاطر الظروف. أنا مش هينفع أتحرك غير لما أعمل مكالمة تليفون. موضوع المكالمات ده شيء خطر جدا. كل تليفونات ولاد العطار متراقبة، وأي غلطة دلوقتي هتبوظ كل حاجة. خد التليفون ده، تعمل منه مكالمة واحدة بس، بس ما تكونش طويلة عشان ما يتحددش مكانها. ما تقوم بقى يا عم، ولا انت مبسوط بالتفخيدة دي ولا ايه؟ ما تسكت شوية يا هيرو. انت عامل ايه دلوقتي يا حزوم؟ انت ما تعرفش انا قلقت عليك ازاي لما عرفت اللي حصل لك. بجد؟ قلقتي عليا؟ اه يا ابني، انت حياتك طلعت غريبة قوي، انت طلعت عايش في فيلم اكشن بجد. اقل حاجة عندي. انا ناقص بعزف لوكو وانزل 2 ليمون وحاجات. غلس قوي، نفسي اعرف احنا مصاحبينه على ايه؟ قولي لنفسك، ما انت اللي جايبه قولنا. الموضوع ما طلعش سهل زي ما انا كنت متصور. اتضح ان عبد الله ماضي عقد بيع وشراء مع زين. ايه؟ مستحيل طبعا، ده عقد مزور. انا عموما رفعت قضيه بشكك فيها بصحه التوقيع ده، بس خدي بالك اللي وقف ورا عبد الله ده مش سهل، دماغه كبيره قوي. والشرطه راحت القصر عشان تدور على زكريا. قابلهم هناك عبد الله. وسلمى اخبارها ايه؟ ما نعرفش عنها حاجه لغايه دلوقتي. يعني ايه يا مراد؟ ما تقلقيش، اللي ورا عبد الله ده لا يمكن يأذيها، ده كارت مهم بيلعبوا بيه ضدنا. الو؟ الو؟ زكريا؟ زكريا انت فين؟ انا قلقان عليك قوي. انا كويس هايدي، طمنيني عليكي وعلى امي وعلى اخواتي. انا مش كويسه خالص، كل حاجه ملخبطه. انا محتاجه لك قوي. ايوه زكريا، ايوه حبيبي. لا ما تخافش، ما تقلقش، انا معاهم، ما تخافش. اهم حاجه عندي خد بالك من نفسك، وحاول تختفي في اي حته وما تظهرش وما تكلمش اي حد. انت لو اتمسكت الدنيا كلها هتبوظ. خلي بالك بس، انت خلي من اللي عندك، خلي بالك من اهلي. سلام. مع السلامه. لا لا يا جهان، ما تقلقيش، زكريا ما يتخافش عليه. يا رب. يلا بينا زكريا عشان الناس مستناك. يلا يلا بينا. والله ما هسيبك تخرج لوحدك، مش يوم ما تمشي هتمشي وانت زعلان مني. حرام عليك اللي انت بتعمله فيا. خدني معاك على الاقل تتاكد ان انا مش خاينه. ما تسيبنيش يا زكريا، انا ماليش في الدنيا حد غيرك. هتيجي معانا؟ تصدق اتأثرت قوي. هتيجي معانا بس بسرعه. يلا. احنا رصدنا مكالمة لزكريا العطار يا فندم، بس للأسف المكالمة ما طولتش، فما قدرناش نحدد مكانها فين بالظبط، بس قدرنا نعرف إن المكالمة تمت في منطقة شمال القاهرة. كويس أوي. مداخل ومخارج القاهرة كلها توصل لها النشرة بأوصاف زكريا. خلاص؟ التليفون اللي اتكلم منه اتحط تحت المتابعة، تتنشر في منطقة شمال القاهرة كلها. تمام يا فندم. الدكتور قال ايه؟ عايزه اشعه تانيه اخر الاسبوع، وبعدها يقرر هيعمل ايه. ان شاء الله خير. خير. قول لي انت كنت فين طول الفتره دي؟ ما تقلقيش يا امي، كنت برتب اوراقي اشوف مين معانا ومين علينا. طبعك، انا عارفاك طول عمرك بتحب تحسب خطوتك قبل ما تخطيها. بس على كل حال انا مبسوطه انك هتقعد معانا بقى بعد السفر ما اخدك مننا كل ده. مش هسيبكم يا امي غير لما حقنا يرجع لنا، وزكريا اخويا يرجع مكانه واطمن عليكم. فتحي الرايه بيقول لي ان هاشم الذهبي ممكن يساعدني. وماله؟ روح له اتكلم معاه واسمع منه وشوف هيقول لك ايه. يمكن، بس دايما خليك واخد بالك الناس دي تبيع أقرب حد ليها عشان مصلحتها. أخلي بالي، أنا هلعب معاهم بنفس طريقتهم. أنا عارفة إنك بتلعب لعبة دلوقتي عمرك ما حبيتها ولا كنت عايزها،
بس استحمل، ده قدرنا وقدرك. ولحد دلوقتي بحاول ان انا اهرب من القدر ده. انا جبت لك الموبايل اهو يا سلمى، بس اوعي تقولي لعبد الله، ده ممكن يطخني فيها. ما تخافيش، لو عارف هقول له انا خدته من وراكي، اه يمكن يقتلني ويخلصني من القرف اللي انا فيه ده. بعد الشر عليك يا سلمى، هسيبك انا عشان عبد الله ما ياخدش باله، وهجيلك كمان شوي اخد الموبايل احسن حد يشوفه معاكي. خلصي بسرعه والنبي. الو يا علي. ايوه يا سلمى، انت زينه؟ عبد الله طرد امي واخواتي من البيت وضرب على حزم نار وخطفني منهم يا علي. عارف يا سلمى، عارف. عارف وسكت؟ ده لما فكرت اكلم مين ما لقيتش غيرك يا علي. ده انا فكرت فيك قبل امي واخواتي. وانا طول عمري في ظهرك يا سلمى، وعمري ما هتخلى عنك. انا جاي حالا على القصر. وانا مستنياك، والنبي يا علي ما تسيبني لوحدي، ما تتاخرش بسرعه بقى. عمري ما هسيبك يا سلمى. الله الله الله، بتكلمني مين يا مخدل انت؟ لفين الموبايل يا بنت؟ هاتي موبايل الحنين عايشة. جبريل امكم انتوا الاثنين. بتكلمي مين؟ كنتش بكلم حد. نعم يا اختي؟ ما كنتش بكلم حد. يعني ايه ما بكلميش حد؟ بتكلمي روحك؟ حتى على ودنك ليه؟ ده هي تاخدك، هو ما تستعجليش عليه، زمانه جاي. ردي يا جزمة. الو. يا سلام، زين العطار وهو صغير. بسم الله ما شاء الله، انت حسستني ان انا صغرت يا صالح. قصر يا هاشم، فتحي قال لي انك تقدر تساعدني. كذاب، انا مش بس اساعدك، انا رجعك للقصر تاني وانت كبير. مش ده حقك؟ ما انت الكبير. الكبير اللي اختار ابويا الله يرحمه، وهيرجع بالسلامه ان شاء الله. المهم بقى دلوقتي، هتقدر ترجعنا القصر ونطرد عبد الله ولا لا؟ اه بالحساب كده اعرف اجيب رجاله وسلاح قده 100 مره ويخسر القصر كله. بس قول لي بقى، انت هتديني ايه قصاد ده كله؟ ما عندكش اي حاجه تديها لي. انت عاوز ايه؟ وانا عاوز منك ايه؟ انت ورقه خسرانه، لا منك كبير العطارين ولا في ايدك حاجه. تمام، بعد اذنك. الله، ما تبقاش حمعي كده زي عمك سليم، خليك زي ابوك، بيع واشتري للاخر. لما يبقى معايا تمن الحاجة اللي أنا عايز أشتريها هبقى أرجع لك يا هاشم. طبعاً، أنا هبيع لك وهاخد بعدين. أنت استثمار بعيد الأجل يا صالح، وأنا تاجر وأعرف إزاي أشتري الحاجة اللي تمنها يغلى بعدين. أنا مش حتة أرض يا هاشم، ولا أنت تقدر تشتريني. الله، ومين جاب بس سيرة البيع والشراء؟ الله، أنا هديك الحاجة اللي انت كان نفسك فيها من زمان، واللي ابوك ما كانش